عليكم، مرحبا بكم في قناة ديليز دو ناصر قهنا. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا مع بعض ديستاك ولا ديزيسكالوب دو فو. كلمة ديسكالوب صافي با دير كيما نعرفوا يعرفوا في الدار هنايا، ديسكالوب صافي دير تاع الداند. ديسكالوب نقدر نديرها في الحوت، في اللحم، في الدجاج، في الداند، في كل حاجة. سي هي طريقة تاع تقطع. المهم عندي لي ديسكالوب هادو ما دوفو تاع الوكريف، عندي راح ندير بها نسوتيهم لا كويسون تاعهم. سي سوتي صافي دير تقليه، شغل ماشي مقلي، مقلي يعني ندير شويه زبده وشويه زيت ونسوتيهم، نحمرهم يطيبوا لداخل ويطيبوا طريين، فيهم الماء، فيهم كذا لو جو تاعهم. ليسونسييل ها كيما يقولوا حنايا اليوم طريقة تاع طياب اللي يعطولها لو سوتي، ان سوتي ماشي ان سوتي يعني بلاصوص ولا سيتا، سي لا تكنيك سوتي اون فيوند. صافي دير نعطي لها اون كولور وطيب طرية وفيها لو جو. الوغ المقادير اليوم مع اللي راح ندير اون صوص بروم اللي هي الصلصة السمراء. الوغ لازم لي مرق العجل الاسمر، انا اليوم استعملت لو كوب تاع لو بوف تاع البقري باسكو هو يجي اسمر. ان شاء الله في لي فيديو الجايين نعلمكم كيفاش ديروا لي فون. لي فون هو المرق، نخدموا كاع ندير لكم خمس انواع تاع المرق اللي يستعملوهم في الطبخ بصفه عامه. الوغ عندي هنايا زبده وعندي الفارينه لهذا لاصوص بريد، عندي الملح فلفل كحل، عندي مغرفة تاع قهوة تاع لاموطار، عندي زبدة وزيت باش نقلي بهم اللحم ديالي. هيا دوكا راني ندوب في الزبدة باش نديرو لاصوص برون تاعنا. الو لاصوص برون عندي 40 غرام تاع زبدة، ندوبها كيما راكم تشوفو كيما درنا لا بيشاميل، ما نخليهاش تاخذ لا كولور. من بعد نطفي على النار ولا نحيها من النار وندير لها 40 غرام تاع الفارينة. هنا نخلطهم مليح ونبدا نطيب. الوغ قلنا يا اخي في لابيشاميل قلنا بلي كاين تلت انواع، هذا يسموه ارو، تسمى قد الزبدة قد الفارينة. دوك لورو هذا تاع اليوم لازم يكون اسمر كيما المرق الاسمر تاعنا. الوغ راح يطيب، يطول شويه في الطياب، بس نعطيكم تكنيك انه رايح نقلي نطيبوه بالعقل حتى يولي اسمر. بصح بالك وبالك وبالك يتحرق لكم، باسكو اذا تحرقت الزبده والفارينه لاصوص تاعكم راح تولي مرات واللي فيها المرورية تاع الحريق هذه الجو هذاك. الوغ كي يبدا يتلون يبدا ياخذ الحمورية هذيك، تما نبداو نلعبو مع النار، شغل نحيوها من النار نحركو، تبقى سخانة على كاسرول هي طيبو، ومن بعد نعاود غير تبرد نعاود نزيد نسخنها، غير نسخنها نحيها باش ما تحرقليش، تاخذ غير لا كولور. عبكم سخانة على كاسرول تكمل طيب. علاش الحوايج كاينين نطيبوهم لازم نبردوهم، باسكو كون نخليوهم في هذيك البلاصه ولا في هذيك الوعاء اللي طيبنا فيه راح تكمل طياب وتبدل لا كولور تاعها ولا تذهب بزياده. بابا شوفوا دوكا هي بدات تولي كيما يقولوا حنا بلوند، مازال ما ولاتش مارون. هنايا اللي نبدا نلعب مع النار كيما قلت لكم، دوك نحي على النار، نحرك نحرك نحرك، كي نشوفها بردت نعاود نردها فوق النار، غير تبدا الغليه الاولى نعاود نحيها باش ما قلت لكم باش ما تحرقليش حتى تولي باللون تاع هذا المرق اللي راكم تشوفوا فيه الاسمر. الوغ فوالا هاو لي كلورو تاعي ولا بران راكم تشوفوا فيه اسمر يعني. واش ندير؟ نرمي عليه لو فون بران هذا مرق الاسمر
وهو بارد. دوكا ما نردوش فوقنا، نخليه كيما راه. من بعد كي نطيب لي ستاك تاوعي باش ندير لاصوص تاع لي ستاك، نمرق بهذا. الو نبداو دوكا الطياب تاع لي ديسكالوب دو فو تاعنا. راك شوفو ندير درت الزبده وشويه تاع الزيت، ها نديرو الزبده اكثر على الزيت، زيت جوج مغارف ولا باش ما تحرقناش الزبده وما تنجفش. دوكا نخلي هاد لا ماتيير غراس تولي كما يقولو حنايا قهويه، شغل نوازات، شغل شويه وتسكت، هاد الحس يسكت ونرمي لي ستاك تاعي، شغل نسيزيهم تاك تاك، نقلبهم ومن بعد نقص النار ونغطي. ما ننساش بلي ندير لهم ملح فلفل كحل بوندو لا كويسون. شوف هاي سكتت. الو شوفوا لا طولة هنا في زيتهم، خطفتهم برك، هاي لا طولة. ما تستعملوش فرشيطة الله ينوركم، ما تحطوش اللحم، اللحم ما يتفكاش، باش تخلي لو جو تاعو كاع لداخل. دوكا نستنى كيما راه شويه هكايا، نعاود نقلبو وندير الملح فلفل كحل. ما ندير الملح فلفل كحل الجهه الاولى اللي درتها، ها ملح ندير فلفل كحل. نزيد نقلبهم وندير نفسي الملح والفلفل الكحل. دوك نقص النار ونغطيهم، وكل دقيقة زوج دقائق نقلبهم، نقلبهم حتى يطيبوا. فوالا هم لي كيسكالوب تاعنا تحمرو طابو، فوالا دوك نحيهم ونغطيهم سوا بان سالادي سوا بابي الومنيوم ونخليهم يروبوتي، و لو طون لي نوجدو لاصوص ديالنا، لو طون لي نوجدو لاصوص ديالنا نحطهم دكوتي ونغطيهم بابي الومنيوم. الو الحاجة لي نديرها الأولى سي ديكريسي، نحي الزيت، نحي الزيت، هادي هي كاع ديكريسيها باسكو فوالا. نعاود نردها فوق النار اونفا. تحبو ديرو شويه خل بور ديكلاسي وتخليوه ينقص حتى تبقى كما يقولوا قسم غير فا، كون نحبو نقاديو ونخليو غير الكو تاع اللحم ديالنا. هنا دوكا واش ندير، هذاك هذيك لاصوص برون هذيك لو فون هذاك، دوك هذاك نجيبو ونديرو هنايا نفرغوه على وين طيبنا الاخر ديالنا لي زكارو ديالنا، نريكوبيري لو رو باسكو بارد والاخر. ما تخافوش كي تلقاوها هكا ما تخلعو ما والو، دوك مع السخانه ويغلي كل حاجه تعقد وتولي لاصوص تاعنا شغل فلوتي. نولي لكم كي توجد لاصوص ان شاء الله. فوالا هذيك لاصوص بروي تاعنا واش درت فوالا. الوغ اون فوا قلنا كي تغلي من بعد نتوما تخيروا لا كونسيستونس تاعها، اسكو عاقده بزاف اسكو لاخر. هنا اورفو جامي ما ديروا لا موطار
وتخلوها تغلي. وشو نديرو من غير فتح القهوة تاعنا تاع لا موطارد، voilà هامليك لي زيسكالوب اي لا صوص. اون فا نابي لي زيسكالوب تاعنا بلا صوص. فوالا هنالك شوفو لا صوص لي بريونت، ان شاء الله الفرصة تعجبتكم وان شاء الله تسيوها. وشنو ننسيستي على اللحم، جيبو حاجة طوندر، بالكو بالكو جيبو حاجة عاصية، باسكو بلا تكنيك لي وريتها لكم اللحم يطيب جوتو، يعني ما يجيش ناشف لداخل كي لاخر الجو تاعو يطلق. ديجا كي نحطو يروبوزي كي نكون طيبتو حطو يروبوزي هو يزيد يطلق ليها الجو، هذاك لو جو نزيد نديرو داخل لاصوص. بارطاجيو وابونيفو فلاشان ديالي، وبصحتكم وصحة فطوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.